هذا اليوم كنحتفلوا بالمؤسسات التعليمية اللي فازت بإحدى الاستحقاقات الوطنية في إطار المدارس الإيكولوجية بجهة الدار البيضاء سطات. أكاديمية الجهوية حصلت هذه السنة على أكبر عدد، أكثر من 50% من الاستحقاقات الوطنية على المستوى الوطني. مديرية البرنوسي كذلك احتلت مرتبة الصدارة داخل جهة الدار البيضاء سطات. وهذا التتويج اليوم فهو اعتراف وشكر لجميع الفعاليات اللي ساهمت في هذا الحصول على هذا إما اللواء الأخضر أو الميدالية البرونزية أو الفضية داخل المؤسسة التعليمية. وهذا كيأتي كذلك في إطار واحد تنزيل برنامج ديال التربية البيئية داخل المؤسسات التعليمية. اليوم تحتفل الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بالحفل الجوي لتتويج المدارس الإيكولوجية الحاصلة على الاستحقاقات الثلاث الوطنية، اللواء الأخضر والشهادة الفضية والشهادة البرونزية. بطبيعة الحال الاستحقاقات كانت كثيرة جدا، تصل إلى 73 استحقاق استفادت منه 73 مؤسسة وبالتالي 52 لواء. والأكثر من ذلك أن المديرية الإقليمية سيد البرنوسي حصلت على 13 استحقاق، 9 لواءات و4 شواهد فضية. فالبرنامج يدخل في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية المنظم من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برعاية الأميرة الجليلة لالة حسناء. وبالتالي فهذا البرنامج يهدف إلى توعية المتعلم بكل ما يرتبط بالبيئة، وكذلك يجعل محور الماء والطاقة والنفايات صلب العملية التعليمية التعلمية بهدف الحصول على متعلم مواطن بيئيا. نحن في صدد الاحتفال بحفل رفع الألوية في برنامج المدارس الإيكولوجية. برنامج المدارس الإيكولوجية هو برنامج لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، تقوم بإرسائه على مستوى الأكاديميات. وأكاديمية الدار البيضاء سطات الآن ستتوج أزيد من 72 مؤسسة، فيها 52 مؤسسة حاصلة على اللواء ومؤسسة حاصلة على الشهادة البرونزية والشهادة الفضية. إنه برنامج مبني على إرساء التنمية المستدامة، مشروع التنمية المستدامة على مستوى المؤسسات التعليمية عبر محاور التي تهتم باقتصاد الموارد الطبيعية مثل الماء والطاقة، وأيضا تقليص النفايات والاهتمام بالتنوع البيولوجي والتغذية والتغير المناخي والتضامن اللي هو محور مستعرض. الحفل اليوم ديال تتويج مدارس اللي حصلت على اللواء الأخضر جاء في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية اللي هو بشراكة مع وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2006. واليوم هذا الحفل التتويج كان توجو الجهة ديال الدار البيضاء سطات اللي هي في المرتبة الأولى وطنيا من حيث تتويج بشارة اللواء الأخضر. شتوي ملي كنحضروا لهاد لي زيفينمون سيرتو ملي كيكونوا مع الوليدات مازال صوار، حنا تنجو بحال لا انا تنجو بحال كنشجعوهم، يعني سيرتو كنشجعهم في واحد الموضوع اللي كيدوي على البيئه، وهذا موضوع اللي عالميا يعني ولا دابا انا درت فيلم تندوي على البيئه، يعني درت فيلم كندوي على الماء، اخر افلامي كيهضر على الماء. فهديت من هاد التشجيع على الطفل، ومننا كنقولوا لي ان راه عندنا مثلا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تنقارض الا حنا فهمناها بالشكل الغلط. يعني
نقدروا نفهموها بشكل غلط. وهذا هذه تجربه زوينه وتجربه كنشجع فيها الناس اللي زعما مهتمين بهذه المساله هذه. وكنقول زعما هذه هي البدايه، يعني البدايه باش اننا نربيو الطفل على مجموعه اشياء اللي ما خصهاش تضيع، اللي ما خصهاش تنقرض، واللي خصنا نبقاو نشوفوها ديما. وحاضر اليوم فهاد الصباح يعني من بعد سواري البارح حاضر اني نجي باش نشجع هاد الوليدات، وكنتمنى انه يكون خير. شكرا على الدعوه لهاد المبادره الطيبه اللي في مصلحه البلاد ومصلحه البيئه، ويعني وهاد الشباب واطفال، ويعني انا جد سعيده لان شفنا كيفاش كي يعني محافظين هادو نموذج ديال الحفاظ على البيئه وعلى المدارس، ان كيف خصها تكون لا في المدن لا في القرى، يعني خاص واحد الاهتمام بالبنيه التحتيه لهاد الاطفال، يعني تكون مرافق الطبيعه، تكون النظافه، نعلموهم لان هادو هما جيل الغد، فخصنا ناخذوا بيديهم ونوريهم كل ما هو في صالحهم. جيت سعيده باش نكون حاضره في هذا الحفل اللي هو كي إيجازي واحد المجهود ديال الناس اللي المعلمين الأساتذة اللي كيشتغلوا في هذه المدرسة واللي اهتموا بتلقين أو إرساء تربية بيئية بالنسبة للتلاميذ اللي هنا. وما شاء الله ما هو شي سهل باش هاد المدرسة مدرسة الأمل تحصل على الجائزة الأولى بالنسبة لهذه المنطقة. فاللي يمكن اللي نقول عليها هو أنني أنا كنشوف على أن القيمة الحقيقية ديال أننا نهتموا بواحد الانفتاح ديال وليداتنا ديال أطفالنا على البيئة، أننا نعلمهم من صغرهم شنو هي قيمة الأرض، شنو هي قيمة الارتباط بالتربة، شنو هي ذاك الإحساس الجميل وديك المسؤولية اللي كنربيوها في وليداتنا، بحيث أن الوليدات الصغار يعني ملي كنحملوهم مسؤولية أنهم يزرعوا شي حاجة، غير حبيبة الزرع ولا ديال شي وردة ولا ديال أي نبات، وكنحملوهم المسؤولية أنهم غادي هذيك من مسؤوليتهم.